نساء يدخلن مجال الطلاء والديكور ويتميزن فيه في خطوة هي الأولى من نوعها في مدرسة الحكيم للتعليم والتكوين. لا بنتيوب كاين بزاف حوايج عندنا دورات كثير اللي هي بون نبداو الاساسيات اللي درنا عليهم دوكا هذه اهم حاجه في الصبيغه كما نقولوا حنا لا باز ومازال كاين خير بزاف ممكن نقدروا عام عامين ما نكملوش واش كاين في الصبيغه خاطش فيها حاجات كثير مازالت لا ديكوراسيون مازالت لا بوازري مازال بزاف صوالح. المدرسة توفر هنا مكونة نسائية خاصة بالفتيات لمساعدة أي فتاة ترغب في دخول هذا المجال لتعلم كل أساسيات الحرفة ما يمكنها من العمل في خدمة دارها بنفسها أو العمل في الأماكن التي تشترط وجود فتاة للعمل نظرا لوجود حالات مثل الأرامل أو السيدات التي تعيشن بمفردهن في مجتمع محافظ كالجزائر وتفضل أن من تقدم لها الخدمة فتاة. نعطيو لها كيما يقول لك نعصروا مخنا نعطيو لهم كاع واش كاين واش لازم يخدموا يسلكوا رواحهم على الاقل اللي ماشي حابه تخدم بها وديرها صنعة تسلك روحها في دارها ما تكونش يعني ملزومه ولا تستنى في اي واحد لازم يجي يسلكها تسلك روحها. شكرا. هذا واش كريمه طالحي زوجة محمد زقر.